السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد، درس العدد رقم 10. طيب، عايزين اول حاجة نبدأ نعد الفراشات كده ونشوف هما كام فراشة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى كام طلعوا؟ كام فراشة طلعوا؟ 10 فراشات. احنا بنكتب، كنا الاول خالص بنكتب الارقام من 1 لـ 9، كانوا بيبقوا عبارة عن ايه؟ عن رقم واحد. يعني مثلا ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ابتداء من الرقم 10 بيبدأ يكون عندي رقمين، يعني زي رقم 10 اهو، عندي 1 وقدامه 0. طيب تعالوا كده عندنا نشوف انا عندي كام دودة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلعت لي كام؟ طلعت لي 10. طيب وعشان امثلها في قطع العد كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعد عدد الديدان اللي عندنا ونبدأ نرسم قطع العد على اساس العدد اللي عندنا. احنا طلع لنا كام؟ طلع لنا 10. نبدأ نرسم 10 قطع عد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلعوا كام؟ طلعوا 10. طيب ازاي نعرف بقى نكتب رقم 10؟ بنكتب اول حاجة 1، وبعدين نكتب ايه؟ 0. 1 وجنبيه الايه؟ الصفر. طيب تعالوا نبدأ نعد رقم 1 كده. عندنا كام ديدان؟ عددهم كام كلهم؟ نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلعت لي كام؟ طلعت لي 10. اتفقنا ان احنا بنكتب رقم 10 ازاي؟ طيب نعد بعديها رقم 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طلعت لي كام؟ طلعت لي 9. كده كنا بنكتب رقم 9. ممتاز. نيجي لرقم 3. نبدأ نعد مع بعض، وحضروا نفسكم عشان انتوا تحلوا رقم 4. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. طلعت لي كام؟ طلعت لي 10. ممتاز. رقم 4 انتوا حلوها. رقم 5. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. طلعت لي كام؟ طلعت لي 10. ممتاز. طيب تعالوا كده نعد رقم 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طلع لي كام؟ طلع لي 9. تمام. طيب نيجي لرقم 7. نبدأ نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلع لي كام؟ طلع لي 10. طب رقم 8 انتوا حلوها، ورقم 9 كمان انتوا حلوها. نيجي هنا بيقولنا دلوقتي، بيقولي عايزني اعمل ايه؟ ارسم النجوم التي احتاج اليها لاكون 10 نجوم، وبعد كده اكتب 10. طب انا دلوقتي عندي كام نجمة؟ عندي 1 2 3 4. يبقى انا ناقص لي كام نجمة؟ ناقص لي 6 نجوم. نعمل مع بعض. 1 2 3 4 5 6. تعالوا نعدهم كده كلهم، بقوا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلع لي كام في الاخر؟ طلع لي 10. ممتاز. نيجي لرقم 11. بيقول لي ايه؟ ما العدد الكلي لقطع العد فيما يلي؟ نبدأ نعد قطع العد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طلعت لي كام؟ طلعت لي 9. طب فين رقم 9؟ ممتاز. طيب تعالوا بقى نعد الفراشات. رقم 1.
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. طلع لي كام فراشة هنا؟ طلع لي 10. طب رقم اتنين، تعالوا نعد الفراشات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. طلع لي كام؟ ممتاز. طيب رقم تلاتة انتوا حلوها. طيب هنا برضو بيقول لي عايزني اعد الفراشات في كل مجموعة واكتب عددها الكلي. نبدأ نعد رقم اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. طلع لي كام؟ طلع لي 10. ممتاز. رقم خمسة انتوا عدوا يلا. طلع لي كام؟ ممتاز، طلع لي 9. طيب نيجي لرقم ستة، برضو انتوا عدوا يلا. طلع لي كام؟ طلع لي 10. ممتاز. طيب تعالوا لرقم تمانية، بيقول لي ما العدد الكلي للأزرار فيما يلي؟ أنا عندي كام زرار هنا؟ تعالوا نبدأ نعد مع بعض. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. طلع لي كام زرار؟ طلع لي 10 أزرار. ممتازين كده، احنا خلصنا درسنا النهاردة. أشوفكم في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.